الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. رسالتنا الثانية: أيتها الأم، أنت أقوى أسباب نجاح الأسرة وهدايتها. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على الرجال أن يختاروا الأم ذات الدين، وجعل اختيارها مقدم على صاحبة الجمال وصاحبة المال. ما هي الحكمة؟ الحكمة أنك ستكوني الأرض الخصبة، وستكونين البيئة الجاذبة والدافعة لهذه الهداية. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهداية النفس هي البداية، والأهلين هذا يشمل الأبناء والأزواج. والخطاب وإن كان موجه بلفظ الذكور يا أيها الذين آمنوا، إلا أن العلماء قد قالوا أن أي خطاب للمؤمنين يشمل المؤمنات. ومن هذا نقول: أيتها الأم، ابدأي بنفسك، كوني قدوة صالحة. إن منظر الأم وهي على سجادتها، وهي خاشعة بين يدي ربها، وهي تؤدي أذكارها أو تحافظ على وردها القرآني أمام هؤلاء الأولاد والبنات، له أعظم الأثر في ترسيخ ذلك. إن منظر الأم وهي تصوم أيام النوافل أو تصلي الوتر، وأولادها يعرفون أنها الآن مشغولة مع ربها جل وعلا، هذا أمر عظيم سوف يحيي هذا في قلوب الأبناء. أيتها الأم، إن القدوة الصالحة وتربية الأبناء على الأذكار وجلسة الذكر، أن يجلس الأبناء يذكرون الله جل وعلا ويسارعون في الخير، هذا من أعظم الأثر الذي سوف تجنينه فيما بعد. التذكير بالصلاة وجعلها قيمة عليا في البيت، وعدم العذر، عدم عذر الطفل بنومه، أو الشاب بتأخره في النوم، أو البنت بانشغالها بالدراسة، بل أن يكون أمر الله جل وعلا وأمر الصلاة أمر كبير عندنا. من الأمور المهمة جدا أن يكون في البيت جلسة إيمانية. على سبيل المثال، لو كانت هنالك جلسة أسرية إيمانية يوم الجمعة مثلا، أو في الويك إند كما نقول، ويكون في هذا المجلس التذاكر والتناصح والدعم كما سيأتي في بعض يعني المقترحات. ماذا لو كانت الأم حريصة على إيصال ما كان يوصله لقمان الحكيم لأبنائه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. فزرع مراقبة الله جل وعلا وبصيرة استبصار القلب في ذهن الطفل والبنت بأن يراقب الله جل وعلا سوف يكون له أمر كبير. أخيرا، احرصي على الأعمال القلبية، وهو أن يتعلم الولد شكر الله، ويتعلم الولد الثناء على الله، ويتعلم الولد الصبر من أجل الله والإيثار لوجه الله. بهذا سوف تزرعين بذورا تحصدينها في جنات النعيم.